السلام عليكم يا اخوان. هذه احد المناسبات او احدى المناسبات في الافلاج، موجوده في احدى الاستراحات. كيف الاكل متروك؟ هذا البارح في الليل، عشاء البارح في الليل، وانا الان الساعه تقريبا 7 الصباح كما هي ما تغيرت. شوف يا اخوان، وما قدر الله حق قدره. هذه الصحون فيها الطحات كاملة. ليش ما كلموا من برا؟ برا جزاهم الله خير، مستعدين وجاهزين وأرقامهم معروفة متوفرة. شوف يا أخوان، الله لا يعاقبنا بس.